السلام عليكم الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو إن شاء الله غنهضروا على فيزا توريست لألمانيا، يعني فيزا سياحة لألمانيا أو لا زيارة عائلية واحدة منهم. يعني هذه كاملة راها كتسمى فيزا شنغن، اللي كتكون ما كتجاوز 90 يوم، يعني 3 شهور، ما كتفوتش 3 شهور. الفيزا الأخرى اللي هي فيزا ناسيونال، اللي هي كتكون أكثر من 3 شهور، هذه أقل من 3 شهور، ديال الناس اللي سائحين اللي كيمشيو السياح زعما، او لا زياره عائليه او لا خدمه او لا بزاف ديال الحوايج. حنا غنشوفو في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفو شنو هما الوثائق اللي كيطلبوا، الوثائق اللي كتحتاجو باش انكم تدفعوا لهاد الفيزا هذه. الوثائق اللي تحتاجو زعما راه هما الشروط اللي خصهم يكونوا متوفرين فيكم باش انكم تدفعوا لهاد الفيزا هذه. كما كتشوفوا حنا في الصفحه الرسميه ديال القنصليه الالمانيه بالرباط، المهم راه تدخلوا لها نتوما، راه تكتبوا غير القنصلية ديال ألمانيا راه تطلع عليكم، طلع عليا هنا بالألمانية، ولكن راه نفس الحوايج كما كتشوفوا هنا. الفيزا في مكتوبة الفيزا راه هي هذيك الأولى، كما كانت مكتوبة بالعربية أو الفرنسية أو بأي لغة. كتمشيو لشنغن فيزا، حنا دابا غنمشيو باش غنشوفو الورقة اللي فيها جميع الوثائق اللي مطلوبة، كنوريكم كيفاش تمشيو على الورقة باش انكم يمكن لكم ايضا انكم تمشيو بها بوحدكم وتقراوها على خاطركم، من بعد ما غنشرح لكم شنو هما الوثائق اللي كانوا مطلوبين. هنا كما كتشوفوا باللغة العربية، شنغن فيزا باللغة العربية او لا باللغة الفرنسية، واخا غندخلها باللغة العربية في الاخير كتلقى الورقة باللغة الفرنسية. المهم ندخلها باللغة العربية. تأشيرة شنغن، الإقامة القصيرة التي لا تزيد عن 90 يوما، كما قلت لكم ما كتفوتش 90 يوم. كنمشيو هنا اعداد الطلب، اول حاجه كتلقاوها هنا هو انه خصكم تعمروا واحد الاستماره. هذه الاستماره غنشوفوها في فيديو اخر ان شاء الله، ما بغيتش الفيديو انه يكون طويل. هنا غنركزوا فقط على الوثائق اللي مطلوبه. هنا كتعمروا هذه الاستماره هذه الخاصه ديال الفيزا، وايضا كتعمروا واحد الاستماره اخرى باش انكم هنا ديال الموعد، هذه هي راه ديال الموعد، كتاخذوا من عند تي ال اس كما كتشوفوا هنا. تي ال اس ملي تدخلوا على تدخلوا لهذا السيت هذا ديال القنصليه، نحط لكم تحت الفيديو غتلقاو شي تقراو على خاطركم. تي ال اس هي واحد الشركه اللي دايره مرخصه لها القنصليه الالمانيه فقط لهذا الفيزا ديال الفيزا اللي كتكون قل من 90 يوم، يعني فيزا شنغن. هما اللي كيتكلفوا لكم بالوثائق، كتجيو عندهم كيعطيو يقولوا لكم شنو الوثائق اللي تحتاجوا الى اخره، وايضا هما اللي كيحجزوا لكم المواعيد مع القنصليه. كما كتشوفوا هنا يرجى حجز موعد لتقديم الحصول على التاشيره ب3 اشهر كحد اقصى قبل البدء في التخطيط لرحلتكم، احجز المواعيد المرجو الضغط هنا. يعني كتضغط هنا كتمشي نيشان عند تي ال اس، كما كتشوفوا هي كتطلع منك تحت السهم هنا كتطلع لك تي ال اس. تي ال اس كتكون كتخلصها 275 درهم، كما كتشوفوا هنا 275 درهم هي اللي كتخلص تي ال اس. احنا غنمشيو هنا نشوفوا المستندات، يرجى جميع المستندات المطلوبه المرافقه للطلب، علما بان المستندات او الشهادات الناقصه قد تؤدي الى رفض طلبكم بالضغط هنا. يعني هنا تسجلون اهم ما يجب ان يتوفر في طلبكم حسب الهدف، حسب الهدف وراء سفركم. المهم غنمشيو، هذه هي الوثيقه، هذو هما الاوراق اللي مطلوبين كاملين، غنقول لكم بزاف باش نعمل الاوراق كاملين وعلى حساب كل حاله، لانه هادو الوراق ديال فيزا توريست كما قلنا، او لزياره عائليه او لعمل او لشي حاجه اللي كتكون زعما واحد ماشي عمل كيكون مهم، بحال كنقولوا ديك كتمشي غير كتقضي شي غرض على حساب بزاف ديال الناس كيديروها، كتمشي غير كتقضي شي غرض للشركه ولا هادي وكترجع، ما كتكونش فايته 3 شهور، ماشي زعما خدمه اللي كتمشي كتخدم ديما. مهم هذه هي الوثائق كما قلنا، غنبداو من الاول. اول حاجه كما كتشوفوا هنا هو البروف دو مويان ترونسبور، يعني وسيله النقل، يعني واش انت غتمشي في طياره ولا باطو ولا طوموبيل، هذه خصك تجي سيفيهم، خصك تبين لهم فاش غتمشي، كيطلبوا لك الريزرفاسيون. الا كانت طياره تكون ديجا مريزيرفي، او لا باطو تكون مريزيرفي، ولا اي حاجه خصك ضروري انك تكون مريزيرفي. في النقطه الثانيه كيطلبوا لكم بروف دي بيجامون، يعني السكن فين غتسكن الى اخره، واش مريزيرفي شي اوتيل، واش عندك شي حاجه تما كاريها، واش على حساب شريك، يعني كانت شركه راه شريك تكون مريزيرفي الاوتيل، ولا غتمشي كاينه شقه ولا الى اخره، ولا غتمشي عند شي واحد اللي كنت تمشي عند شي واحد من العائله. فايضا هو كيعطيك ديك الساعه
الوثائق اللي تحتاج انت باش انك تبين انك غتسكن معاه، اولا كتكون عندك واحد فلوس كافيين اللي كيبينوا انك راك غتمشي، كما كتشوف هنا في النقطه الاخيره فلوس كافيين اللي يبينوا انك راك ملي غتمشي تما يكون عندك فلوس باش انك تريزيرفي واحد الوطيله باش انك زعما تحجز واحد الفندق قبل ما تكون حاجزه من قبل. في النقطه الثالثه كنشوفه النقطة الثالثة هنا كنشوفوا أنه كيطلبوا لكم المال أولا النفقة، يعني شنو هما الموارد ديال العيش ديالكم اللي غتكونوا في ديك في هاد السياحة في دولة ألمانيا، منين غتكونوا كتجيبوا الفلوس، واش الشركة اللي غتخلص عليكم، واش نتوما بحدكم، واش شي واحد اللي غيكون مكلف بيك، أولا كيفاش غتكون الموارد ديال العيش ديالكم. إضافة إلى هذا كيطلبوا لكم ثلاثة ديال غولفي كونت بونكير ومارو بور لي دروا دانيا موا، يعني ثلاث شهور الاخرى ديال البنك، اوراق البنك ديال 3 شهور الاخرى باش كيعرفوا شنو الكون ديالكم، واش دخلوا فيه الفلوس واش خارجين، وكيعرفوا ايضا شنو هو الحاله ديال الكون ديالكم، واش داخل ليه الفلوس او لا خارج من الفلوس، واش فيه الفلوس زعما اللي كافينكم او لا. لا الا كان من طبيعه الحال الا كانوا الناس اللي خدامين شي خدمات اخرين فيمكن لهم انهم ولا عندك يعني واحد واحد دخل اخر، يمكن لك ايضا انك تدي لهم الاوراق ديالو حتى هو. هنا في النقطة الرابعة كما كتشوفوا النقطة الرابعة هنا ستابيليتي سوسيو ايكونوميك، هنا بالنسبه للناس اللي كيكونوا خدامين بوحدهم، حيت واحد كيكون داير واحد المشروع بوحدو ما كيكونش خدام مع واحد الشركه، ما كيكونش عنده واحد الكونترا ديال الخدمه، ما يكونش كيدخلوا سالير كل شهر الى اخره، كيكون خدام بوحدو. هاد الناس هادو واش كيحتاجوا؟ كيحتاجوا الغوجيستر دو كوميرس، وكيحتاجوا حتى هما الغولفي ديال البنك ديال الكونت بانكير ديال 3 شهور الاخر. و ستاتيو ديال لا سوسيتي زعما الحاله ولا هذه ديال الشركه اللي كتكون انت داير، والديكلاراسيون ديال لامبو يعني ديال الضريبه، داكشي ديال الضريبه كتكون انك مديكلاري الضريبه، وهادي هاد الوراق كاملين كتحتاجهم. هادو بالنسبه للناس، و 3 شهور كما قلنا ديال لا هادي ديال الضريبه الناس اللي مخلصين الضريبه، داكشي هادي فقط بالنسبه للناس اللي قلنا اللي كيكونوا خدامين بحدهم دايرين مشاريع ديالهم بحدهم، وكيحتاجوا ايضا 3 شهور ديال هذوك الاوراق ديال البنك ديال 3 شهور الاخيره. اضافه الى هذه الا كان عندهم شي دخل اخر من غير بحال انت دير واحد المشروع اللي هو صغير ولا هذه، كيكون عندك دخل اخر يمكن لك انك تضيف هذاك الدخل تضيفه حتى هو لهذا الطلب ديالك. بالنسبه للسالاري يعني بالنسبه للناس اللي خدامين، الناس اللي خدامين كيحتاجوا شهادة العمل، كيحتاجوا شهادة ديال لا سي ان اس اس، يعني بانكم مقيدين في داك لا سي ان اس اس ديال لا سيلونسو هادي، وكتحتاج ايضا لغولفي بانكير ديال 3 شهور ديال 3 شهور. ولا كانت عندك ايضا مداخل اخرى فهادشي ديال المداخل الاخرى في اي حاله كانت كان عندك شي مداخل اخرى من غير داكشي اللي كتكون تخدمي اما بحال كنا خدام في شركه حتى هو كتعطيه ليهم، باش ان هادشي كيساعدك بانك راك زعما عندك ما يكفي من الفلوس باش انك دير السياحة. هذا بالنسبة للسالارية كما قلنا، وأيضا هما كيحتاجوا ليه ورق ديال الخلاص ديال 3 شهور الأخرين، والوراق ديال البنكة ديال الكونت ديالو ديال 3 شهور الأخرين. لغة خطية هنا في النقطة سي، يعني بالنسبة للناس المتقاعدين، الناس اللي كيكونوا متقاعدين كيطلبوا ليهم ورقة ديال التقاعد، ورقة ديال أنك زعما راك خارج تقاعد، واحد الشهادة زعما بأنك راك متقاعد، وكيطلبوا لك ايضا ورقه ديال التقاعد، يعني الورقه ديال اللي كتبين بانك زعما راك خرجتي تقاعد وعندك الحق، عندك الحق زعما في التقاعد في الفلوس ديال التقاعد، لان كاين ناس تكون تقاعد ما كيشتي والو، كتكون زعما راك خلصتي لاسونس ديال التقاعد الى اخره، وكيكون عندك الحق في التقاعد، يعني كيطلبوا لك هذه الورقه هذه، وكيطلبوا لك ايضا لغولفي بونكا ديال 3 شهور اللي داز، يعني كتمشي للبنك هاد الوراق ديال البنك، كتمشي للبنك وكتقول لهم لغولفي بونكا
ديال 3 شهور اللي داز كيعطيوها لك. وايضا اذا كانت عندك شي مداخل اخرى، الا كان عندك كنتي بحال ما عندك دار كاريها ولا اي حاجه، مهم اي مداخل اخرى حتى هي كتعطيها لهم. هذا بالنسبه لي روتريتي. بالنسبه لي فونكسيونال، الناس اللي كيكون بحال عندهم شي اسهم ولا هادي في الشركات ولا هادي، ثم كيحتاجوا واحد الشواهد على هادشي، وايضا كيحتاجوا الوراق ديال البنكه الى اخره. اوراق البنكه كما لاحظتوا في اي حاله تحتاج اوراق ديال البنكه. موراها كاين الناس ديال الفلاحين، الناس ديال اغريكولتور، يعني الناس الفلاحين اللي خدامين داكشي ديال الفلاحه، وهادي اللي عنده ارض خدام فيها بوحدو كيحتاج واحد الشهاده ديال انه زعما راه فلاح، شهاده ديال الملكيه ديال الارض، شهاده ديال الملكيه ديال ديك الارض اللي هو خدام فيها. ماشي ما كنظنش انها تكون ضروريه هاد شهاده الملكيه ديال الارض، ماشي ضروري انها تكون عندك. ولا كانت عندك شي مداخل اخرى حتى هي كتعطيها من طبيعه الحال. وايضا الغلبي تكون مونكير حتى هو كتحتاجو ديال 3 شهور الاخرى. هنا في اكثريه الناس في هذه الحالات هذو اكثريه الناس كيكونوا خدامين، يعني كيحتاجوا داكشي ديال سنسات الى اخره ديال الكونترا ديال الخدمه، وهذه او شهاده ديال الخدمه بانك راك باقي زعما خدام، وكتحتاج سنسات والوراق ديال الخلاص ديال 3 شهور الاخرى. بالنسبه للناس اللي كيكونوا خدامين بحدهم، انا بالنسبه للناس اللي كيكونوا خدامين بوحدهم، كيكون بحال طبيب ولا دونتيس ولا شي حاجه بحال هكا، فكيحتاجوا ديك لاكارت بروفيسيونيل بانهم باش كيكونوا كيزاولوا داك المهنه ديالهم. كيحتاجوا ايضا الوراق ديال الضرائب بانهم راهم مسجلين في الضريبه الى اخره، و لي كونط الغلبه ديال الكونط بنكير ديال 3 شهور الاخرى. تاعي الناس اللي كيكونوا بدون عمل ما خدامينش، الناس اللي كيكونوا ما خدامينش كيحتاجوا واحد الضمانة ولا بحال هكا بانهم راهم قادرين انهم زعما يتكلفوا براسهم، او شي واحد اللي كيكون غيتكلف بهم. دونك كيحتاجوا هذيك الضمانة، الورقة ديال الضمانة. هادو بالنسبة للناس اللي كيكونوا اقل من 18 عام، وهذيك كيحتاجوا شي اوراق اللي هما زعما ديال الاباء ديالهم الى اخره، الباسبور. وهذه هذه بالنسبة للناس اللي كيكونوا ماشي مغاربة ومقيمين في المغرب. هذه بالنسبة للناس، هذه شنو هي زعما شنو هو الهدف من هذا السفر ديالك؟ إذا كان توريست راه كتبين لهم بأنك راك أنت غادي توريست، زعما كتبين لهم بلوطيل بأنك مريزيرفي اوطيل ولا فواياج اورغانيزي، زعما راك غادي مع واحد لاجونس اللي كيديروا هاد واحد لاجونس اللي كيديروا هاد الرحلات الى اخره، كتكون راك مشارك معاهم زعما الى اخره. الا كنتي غادي خدمه راه كتكون الوراق ديال الخدمه، الا كنتي غادي زعما عند شي واحد من العائله ديالك بحال باش شي واحد كيجيب الوالدين ديالو الى اخره، فكيحتاجوا من تما كيحتاجوا واحد طلب زعما الدعوه من عنده من بلد المانيا، كيحتاجوا واحد الدعوه اللي كيصيفطها لهم. كيحتاج واحد الدعوه اللي كياخدوها من هنا، واحد الدعوه اللي سهله اللي كت كياخدوها من مكتب الاجانب من هنايا، من بعد ما كتعطيهم شي اوراق اللي كيطلبوا لك حتى هما. الا كانت فواياج اوفيسيال حتى هي دعوه. المهم هادشي كامل كيكون غير على حساب انت شنو الهدف ديالك، كيفاش غادي الهدف، علاش غادي الى اخره. مهم كان هذا هو الفيديو، هذو هما الوثائق اللي مطلوبين. كما قلت لكم الفيديو الجاي ان شاء الله غنشوفوا هذيك ملء الثمارة ديال التاشيره هذه ديال السياحه ولا زياره عائليه، وغادي نشوفوا ايضا طريقه باش اننا كيف اننا ناخذ الموعد عن طريق تي ال اس اللي قلت لكم. وتابعوا معنا فلاشين وتل الفيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم وصلوا في راسكم.